بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن جاهد بجهادهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، ونحن نلتقيكم مجددا في برنامجكم فتاوى وأحكام، والذي تأتي هذه الحلقة منه في سياق تغطية قناة اليرموك لتداعيات مقتل الطيار معاذ الكساس الذي نحسبه شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، ولنلامس جذور فكر لعله يكون بعيدا عن فكرنا الإسلامي الصحيح الصافي الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالتمسك به على نهج رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى نهج سلفه سلف هذه الأمة الصالح. لذلك نتناول في هذه الحلقة موضوع التطرف لبحث والحديث عن أسبابه ومظاهره وعلاجه. ويسعدنا أيها الإخوة المشاهدون الكرام للحديث حول هذا الموضوع أن نستضيف فضيلة الدكتور أسامة أبو بكر. أهلا وسهلا بك دكتور، وحياك الله. دكتورنا الكريم، أولا عندما نتحدث عن التطرف، ما هو مفهوم التطرف ابتداء قبل أن نبدأ بالحديث عن حيثياته وأسبابه وهذه المشكلة التي اليوم لعلها تضرب في جذور بعض المجتمعات المسلمة، وهذا أحيانا الفكر الذي يعتبر بعيد عن الفكر الإسلامي الصحيح النقي الصافي. ما هو التطرف ابتداء؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلدنا من كل شر وسوء، آمين. وأن يحفظ بلاد المسلمين جميعا، آمين. وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، آمين. وأن يجعلنا إن شاء الله ومن نحب من أهل الفردوس الأعلى، آمين. من الجنان. أولا أخي الكريم، حقيقة موضوع التطرف هو موضوع ليس جديدا، بل إن هناك هذا الموضوع يتناول من سنوات طويلة. وأذكر وأنا صغير أن بعض المحطات القديمة في مصر وغيرها كانت تأتي بلقاءات مع بعض من سجنوا بسبب فكرهم، وتجري معهم بعض الحوارات. وحقيقة الإنسان عندما يسترجع تلك اللقاءات وما كان فيها يقف على المعنى الحقيقي لمعنى التطرف. نعم. والتطرف هو في اللغة الوقوف إلى طرف دون طرف. نعم. الأصل للإنسان إذا وقف في الوسط يكون في أمان. فإذا وقف على أحد الأطراف يكون عرضة للسقوط. نعم، يكون على الحافة. على الحافة. نعم. ولذلك الإسلام أرادنا دائما في الوسط. لذلك نحن أمة الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم. فهذه الأمة هي أمة الوسطية، أمة الرحمة، أمة الاعتدال، الاعتدال على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، نعم. وليس الاعتدال على فكر فلان أو علان، نعم. هذه النقطة مهمة جدا. هي دكتور لعلها هي تكون أساس المقياس الذي يقاس فيه هل الإنسان يقف في الموقع المعتدل والوسط، أم هو على طرفي الحافة التي ذكرت. دكتور، ما المقياس الذي يمكن أن يقاس به الفعل حتى نقول أن هذا الفعل معتدل من صاحبه، أم أنه يقع على عكس الاعتدال وهو يقع في موقع التطرف؟ نعم، هذه النقطة مهمة جدا حقيقة. هناك العلماء الأجلاء الفضلاء، علماء الإسلام الكبار من زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا هذه، هناك من أكابر العلماء من استخرجوا من نصوص القرآن والسنة الكليات الأساسية في الدين، نعم. وقالوا أن هذه قوانين أساسية جاء الإسلام بها، زي مفهوم العدل، نعم. مفهوم الرحمة، مفهوم المساواة،
مفهوم الخيرية. نعم. وهذه الأمة هي أمة الخيرية. نعم. خير أمة أخرجت للناس. نعم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. فقالوا الخيرية في الشطر الثاني من الآية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن دكتور، هل المقياس هي عقول البشر في الحكم أن هذا الفعل تطرف، أم أن المقياس هو مقياس شرعي أساسا؟ لا شك ولا ريب أن المقياس هو مقياس الشرع. نعم. فإذا قلنا أن هناك كليات أساسية في الدين، نعم، جاءت النصوص تؤيدها وتعضدها، من خرج عن هذه الكليات الأساسية في الإسلام، نعم، اعتبرناه متطرفا. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إفراط ولا تفريط. نعم. لا يفرط الإنسان بدينه ويصبح مائعا جدا، وكل شيء بالنسبة له لا حدود ولا ضوابط. نعم. وفي المقابل لا يقف بشدة يشاد هذا الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم، صلى الله عليه وسلم، إن هذا الدين متين. نعم. فأوغلوا فيه برفق. نعم. وما شاد الدين أحد إلا غلبه. نعم. اسمح لي دكتور أن أتوقف عند هذه النقطة، وهي نقطة مهمة جدا في الحديث عن بيان حد التطرف، وما هو الفاصل، حد الفاصل بين التطرف وبين الاعتدال، وأن المقياس الشرعي هو الضابط لكل أفعال الإنسان وكل تصرفاته، وبناء عليه الإنسان كلما كان أقرب إلى الحكم الشرعي الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة، لا شك بأنه يكون بمأمن ويكون أبعد ما يكون عن التطرف، سواء كان التطرف نحو اليمين أو نحو اليسار. اسمح لي دكتور أن نستكمل حوارنا بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله. فاصل قصير مشاهدي الكرام، ثم نعود إليكم مجددا، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم فتاوى وأحكام، والذي نستضيف فيه فضيلة الدكتور أسامة أبو بكر. أهلا وسهلا بك مجددا دكتور، وحياك الله. دكتور، وقفنا عند الحديث عن أسباب التطرف. نحن في مجتمعنا الأردن ولله الحمد نحن مجتمع منسجم، ليس فيه كثير من الطوائف، مجتمع سني ولله الحمد، ليس فيه ولا نعاني من فضل الله سبحانه وتعالى من هذا التطرف، إلا ما يعني أحيانا يظهر في بعض المواقف وبعض الأشخاص. لكن دكتور، لابد من أن نذهب إلى هذا الموضوع لمزيد من التحصين لمجتمعنا، ولمزيد من التحصين لفكر شبابنا و جميع المجتمع. لكن دكتور، لابد من أن هذا التطرف الذي يظهر أحيانا ويظهر في مجتمعات أخرى لابد أن يكون له أسباب، فلو تحدثنا دكتور أولا عن أسباب التي أحيانا تدفع إلى التطرف. حقيقة بداية نقول أن التطرف ليس يعني قضية نادرة الحدوث. نعم. في الغالب يحصل هناك تطرف لأن أفهام الناس تختلف، طبائع الناس تختلف. في إنسان شديد عنده غلظة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل عندما أراد أن يخلق آدم عليه السلام أمر جبريل فقبض قبضة من السهل وقبضة من الجبل وقبضة من الوادي، فمن جاء من السهل كان طبعه سهلا، ومن جاء من الجبل كان طبعه صعبا، وهكذا، أو من الوادي. ولذلك يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي رجل ويقول: يا محمد اعدل في القسمة. نعم. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل وهو رحمة للعالمين. نعم. وهو أتقى الناس لله سبحانه وتعالى، فقال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل مين؟ فالصحابة غضبوا، أرادوا أن يقعوا في هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه،
يخرج من ضئضئ هذا أناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي أنه سيكون على شاكلة هذا أناس لا يعرفون من الدين إلا الشكل، إلا المظاهر. حقيقة الدين الذي جاء لأجله، وهنا نتكلم عن السبب الأول من أسباب التطرف، نعم، وهي قضية الجهل. نعم، أن الناس يجهلون حقيقة الإسلام. والله يا إخواني، رسالة إلى كل من يسمعنا، ما جاء الإسلام ليضيق على أحد أبدا. هذا الدين دين اليسر، دين الرحمة، دين الخيرية. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، كل العالمين. وكان عليه الصلاة والسلام يكاد يهلك نفسه رجاء أن يؤمن واحد. نعم، فقال الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم. فمحمد صلى الله عليه وسلم كان يتمنى كل واحد من البشر أن يدخل في الإسلام. نعم، رحمة به. رحمة به. نعم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني، حتى نفهم الصورة جيدا، لم يعامل الناس عندما أخطأوا ووسع لهم المجال. الذين حاربوا الإسلام، والذين قتلوا عمه، والذين فعلوا وفعلوا، عندما فتح وتمكن وأصبحت عنده القدرة، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فقضية الجهل أن بعض الشباب، وخاصة في فئة الشباب، لأن الشباب عنده فورة، عنده حمية، ونحن نقول: يا شباب، أنتم عدة الأمة، الشباب المسلم أنتم عدة الأمة. فعندما يقرأ حديث أو حديثين أو آيات معينة، يظن أن الحق، كل الحق فيما قرأه ظاهرا، فيبدأ يريد أن يطبق. دكتور، هنا السؤال، وهنا يعني مكمن الخطر أحيانا، وهو عدم الفهم الشمولي للإسلام. يعني نحن نعرف كمتخصصين في العلم الشرعي أن النص الشرعي من الآية أو الحديث يجب أن يفهم في سياقه، ولا يؤخذ فقط يعني إذا وقع أو وجد حديث في البخاري أو حديث في مسلم أو في أي من كتب السنن، لا يجوز الأخذ بهذا الحديث ثم يدع ما بعد أو لا يبحث عما بعده. وهذا الدكتور، هنا تأتي النظرة المجتزأة والفهم المجتزأ للإسلام. دكتور، ما يعني هذا الخطر، وهو الذي يقع من ضمن موضوع ما تفضلت به وهو الجهل، كيف يمكن دكتور أن ننبه طلبة العلم الشرعي والمحبين للعلم الشرعي ولجميع المسلمين الذي يعنيهم تطبيق الإسلام ويحبون أن يلتزموا بأحكام الشرع، كيف دكتور يمكن أن نلاحظ هذه الملاحظة ونوصلها للناس بأن الأحكام الشرعية يجب أن تكون وتؤخذ بعمومها وليس بالشكل مجتزأ؟ يعني حقيقة هالني بالأمس مقطع فيديو أرسله لي أحد الإخوة لشخص يؤم الناس في المسجد الأقصى، وهذا الشخص أنا حقيقة لا أذكر اسمه، لا يعني لا يحضرني، لكنه يسأل. طبعا واضح أن هذا الأخ يحفظ كثير من الأحاديث والآيات القرآنية وكذا، لكنه ماذا يقول للناس؟ قل له: اسمع، الله عز وجل تعبدك بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تسمع لا لأبي حنيفة ولا لمالك ولا للشافعي ولا لأحمد ولا حتى أصحاب المذاهب الكبرى، ولا أحد، كل هؤلاء ليسوا حجة علينا ولا قيمة لأقوالهم، هكذا يقول. نعم، المصيبة أن يعني نحن عندما نأتي إلى نص في القرآن أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك قواعد علمية لكيفية فهم وتناول هذا النص. يعني النصوص قد تحتمل أن تكون، لأنه كثير من شبابنا لا يحسن اللغة العربية بشكل صحيح. نعم. الآن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بالسليقة يتكلمون العربية ويفهمونها. نعم. هناك شيء اسمه مطلق ومقيد، شيء عام وخاص، هناك أحاديث منسوخة، هناك أحاديث لها خصوصية. نعم. لها مناسبة خاصة، وهناك نص عام.
إلى آخره من القواعد الفقهية. ما الذي يمكن دكتور أن يفهم هذا الإنسان الذي أحيانا يتشبث ببعض الجزئيات ويتمسك بها؟ كيف يمكن أن نفهم؟ ما السبيل؟ السبيل أن يتعلم، لا سبيل آخر إلا بالعلم. نعم. الله عز وجل قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كيف توازن أو كيف تضع نفسك في مصاف من آتاه الله العلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يعني أنت تخيل وين النبي صلى الله عليه وسلم، وين أقل واحد في المسلمين؟ فكيف تضع نفسك بهذا في مصاف هذا العالم الذي أفنى عمره وهو يقرأ القواعد الفقهية وأصول الفقه؟ بعض الناس، وهذه سمعتها من شباب، يقول لك أصول الفقه هذه بدعة، وأصول الفقه هذه ضلالات. احنا عندنا المعين المباشر، احنا نفهم الكلام الذي قاله الله عز وجل لنا مباشرة. كيف ذلك إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعقل الناس وأقرب الناس من أنفاسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم تقوى لله، الذين وصفهم أنهم خير القرون صلى الله عليه وسلم، وقعوا في شيء من الاختلاف بسبب الفهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. دكتور، لعل الفهم الذي يحتمله النص، الفهم الذي هو يعني التباين في الأفهام، هذه مسألة فطرية، لكن عندما يكون دكتور الفهم فهم بعيد عن الإسلام، وهنا مكمن الخطر، هنا يعني التطرف، هنا التطرف هذا الذي نتحدث عنه. دكتور، لعله يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله بمناسبة مقدم ثلاثة نفر إليه يعطينا يعني تفسير لمثل هكذا فهم لنصوص الشرع. يعني قد نقول أنه هذا سبب آخر من أسباب التطرف. نعم. وهو المغالاة، يعني الإنسان يريد أن يصنع خيرا لكنه لا يحسن يعني هذه الخيرية. نعم. بالعكس، أحيانا أنت عندما تفعل شيء على خلاف هدي محمد صلى الله عليه وسلم تظن أنك تحسن صنعا، وفي الحقيقة هذا الإنسان يسيء. نعم. وهذا الحديث في الصحيحين أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا عن عبادته، عبادة مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أتقى الناس، الذي رفع إلى ذلك المقام محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فكأنهم تقالوها، يعني محمد صلى الله عليه وسلم عبادته مش يعني أقل مما تخيلوا، أقل مما تصور. نريد. سبحان الله، شوف كيف الشيطان عندما يلبس على عقل الواحد من الشباب أنه لا، الدين أنك تأخذ بالشدة، ودائما يردد: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، في كل المواضع. طيب، ربنا سبحانه وتعالى قال: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. نعم. انت كيف تعامل المسلم بالشدة التي أمرت أن تعامل بها الكافر، ومش في أي موضع، في موضع القتال. يعني الكافر هو محل الدعوة دائما. نعم. أولا وابتداء، ابتداء نحن نتمنى له الرحمة، ونتمنى له أن يكون على ديننا، ونتمنى له أن يستنقذه الله عز وجل بنا من النار. نعم. فأما تنظر إليه مباشرة وتضع حاجز بينك وبينه، هذا لا يجوز. نعم. ولذلك هؤلاء الثلاثة نفر، أحدهم قال: أنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم بنام وبيصلي، لا أنا سأصلي ولا أنام طيلة الليل قيام. والثاني قال: كيف النبي صلى الله عليه وسلم مرات بصوم ومرات ما بصوم؟ والله لأصومن الدهر كاملا، كل يوم صيام. نعم. والثالث قال: لا، شو النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج، وهذا الزواج شهوة وكذا، أنا سأعتزل النساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء تأكد، وهذه من الضوابط الشرعية في فهم الأمور. نعم. قال: أأنتم قلتم كذا؟ والآن من أسباب التطرف أنه الواحد لا يستوضح يتثبت. ولا نعم. يتثبت. صحيح. فكل جزئية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم منهج ومدرسة. صحيح. ومدرسة. نعم. فقال: أأنتم قلتم كذا؟ قالوا: نعم. قال: والله إني لأتقاكم لله وأعبدكم لله، ولكني أصوم وأفطر،
وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أنت مش من محمد صلى الله عليه وسلم إذا تبتعد عن سنته الحقيقية، عن روح السنة. محمد صلى الله عليه وسلم كان يرحم الطفل. إذا قال إن الله تعالى، اسمعوا يا إخواني يا شباب، الله عز وجل يغفر لبغي امرأة تمارس الزنا، يغفر لها لأنها سقط كلب. سبحان الله، الرحمة بهؤلاء، بهذه المخلوقات التي لا قيمة لها في موازين البشر، ترحم كلب فيرحمها الله ويغفر لها. ولذلك أن نضع الأمور في نصابها مرة أخرى: الجهل من أسباب التطرف، الغلو من أسباب التطرف، يعني أن يغالي الإنسان يظن أنه يريد الخير، البعد عن العلماء من أسباب التطرف، العلماء الربانيين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني الله سبحانه وتعالى يوجه هذه الأمة إلى أن هناك علماء، يعني هم مفاتيح للوصول إلى الخير وإلى الحق وإلى الصواب من هذا الدين. دكتور، هذه مسألة مهمة جدا. بس شاب صغير مرة يقول، يقول مين هذا أبو حنيفة؟ هذا رجل ونحن رجال. لعله يكون قد لا يكون قد أتم يعني كتابا أبدا من السنة، أو لم يكمل كتابا من التفسير، ويتطاولون على علماء الأمة وعلى يعني قامات كبيرة لا يستطيع أحد أن يصل إليها. وإن كان دكتور في كل عصر هناك علماء وهناك مجتهدين، لكن يبقى علماءنا الأوائل وتراثنا الفقهي الكبير هو رصيد ضخم لا يجوز لنا أن نحيد عنه ولا أن يعني أن نتنصل منه بأي حال من الأحوال. لكن دكتور، إذا كان هناك في بعد عن العلماء الربانيين الحقيقيين، فإن هؤلاء الناس سيذهبون إلى الناس الجهلة يفتونهم بغير علم. وما المصير دكتور، وما الذي يمكن أن يتوقع أن يصلوا إليه بعد ذلك؟ حقيقة البعد عن العلماء هم صمام الأمان في مجتمعاتنا. العالم الذي ينير الله تبارك وتعالى بصيرته فيستوضح ويستجلي ويبين الأمور، العالم كأنما يرى بنور الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا يرى بنور الله لأنه اقترب من الله عز وجل، ولأنه أوقف حياته على النصوص والآيات والأحاديث التي ترضي الله عز وجل. ولذلك مهم جدا أن يكون العالم فعلا عالم رباني. أما واحد عالم وفي نفس الوقت تراه يتزلف للمسؤولين، وتراه يركض وراء الدنيا، هذا ليس محل تقدير. ولذلك بعض شبابنا أحيانا لا يجدون العالم الذي له الهيبة والذي له المكانة، الذي يصدع بكلمة الحق. فنحن نقول من واجباتنا في مجتمعاتنا أن ننشئ العلماء الربانيين، العالم الذي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، العالم الذي على شاكلة العز بن عبد السلام الذي وقف موقفا عجيبا، العالم الذي على شاكلة ابن تيمية رحمه الله المفترى عليه الآن. نعم، أنا أكاد أجزم وأريد أن أتكلم من خلال هذا المنبر ومع فضيلتكم. نعم، دكتور رامي. نعم، أن ابن تيمية رحمه الله الذي في كلامه كثير من التوازن يراد له الآن أن تشوه صورته. لماذا؟ لأن ابن تيمية رحمه الله كان عالما ربانيا عاملا، كان يخرج إلى الجهاد في سبيل الله. واحد يسألني أول أمس، قل لي يا أخي ليش ما حد بنتقد الإمام الغزالي، كلهم بنتقدوا ابن تيمية، معناته ابن تيمية غلط. فقلت له: الإمام الغزالي على فضله ومكانته، لكنه لم ينزل إلى ميدان الجهاد، لم يذهب ويقاتل.
أما ابن تيمية رحمه الله لما وصل كان يدرس الطلاب فقه الطهارة، فقه الصلاة، فقه الزكاة، الحج، لما وصل باب الجهاد أغلق الكتاب كما في الرواية وقال الدرس هناك في الميدان. فكان ابن تيمية نموذجا حيا. لكن اليوم الدكتور للأسف بفكر ابن تيمية يؤخذ فكر ابن تيمية ويحور هذه النقطة أنهم يجتزئوا. نعم الاجتزاء هذه دكتور مشكلة الاجتزاء و عدم الفهم الصحيح حقيقة. هذه دكتور هي لعلها تكون السبب الأكبر للوصول بالشخص هي هذه إلى درجة من منابع الجهل. الآن ابن تيمية طبعا ليس معصوما، ربما وقع في بعض الأخطاء في كتبه أو في كلامه، قد يكون خالفه العلماء يعني، وهو خالف العلماء بالضبط. نعم يبقى عالما من العلماء في العموم. نعم. الرجل كان مجاهدا، كان صابرا في كلمة الحق، ولذلك يراد أن يشوه ابن تيمية حتى هذا المنهج، منهج العالم الذي عمل وجاهد يسقط في النظر وفي عقول الشباب. ومثله سيد قطب في زماننا أيضا تشوه صورته لنفس الغرض. ولذلك نحن نقول العالم الرباني الذي يضع الأمور في نصابها، يستطيع أن يفهم الأدلة بالقواعد الشرعية والمقاصد الشرعية. الآن قضية المقاصد هذه عند كثير من هؤلاء الشباب مغيبة تماما، لا يفهمونها. نعم. فبقول لك يا أخي أنتوا بس صدعتوا رأسنا بالمصالح والمفاسد والمقاصد وضيعتوا الدين. ويظن أنه يحسن عندما ينزل النص كما هو في موضع قد لا يحتمل هذا الموضع. صحيح. أن ينزل عليه هذا النص. لعل دكتور أن التشدد يعني يتقنه كل أحد، لكن الفهم الدقيق والغوص إلى الفهم الحقيقي لهذا الإسلام يحتاج إلى علم وإلى متابعة، وإلى أنه الإنسان أيضا لا يعتبر نفسه بأنه هو الصواب دائما والبقية دائما على خطأ. دكتور لعل المواقف المتشددة التي تظهر أحيانا يكون هذه سمتها، أنا تأخذ عند صاحبها صفة القطعية، وأنه قطعا هو يعتبر نفسه على صواب ويعتبر الآخرين على خطأ، خاصة الدكتور إذا كان يحمل إيديولوجيا معينة ويظن أن هذه الإيديولوجيا هي الصواب بكامل تفاصيلها، ومن يخرج عنها وكل مخالف فهو يعني خارج الدين. لذلك دكتور هذا أحد الطامات الكبرى التي تقع في عقول البعض منهم، كيف يمكن دكتور أن نفهم هؤلاء بأن الإنسان يجب أن لا يحتكر الحقيقة لوحده، ويجب عليه أن يعرف أن هذا الدين ليس له وحده، وإنما هذا الدين دين عام، وكل من دار في فلك الحكم الشرعي الصحيح فهو ضمن نطاق الشرع. يعني حقيقة احنا لما نستعرض هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك آيات كتاب الله عز وجل، كيف أن الله عز وجل حدثنا عن إبراهيم عليه السلام أنه وجه يعني أوحى إليه الله سبحانه وتعالى أن يحاور الكفار المشركين الذين يعبدون الشمس والقمر، ويقول لهم هذا ربي عن الشمس، وهو إمام التوحيد إبراهيم عليه السلام خليل الله يقول للقوم هذا ربي، مجاراة ونوع من هذه من أنواع المناظرات. نعم. التسليم للخصم حتى بعدها تجر إلى منطقتك. نعم. وإلى رأيك. إذن قول سيدنا إبراهيم عندما قال للشمس هذا ربي ثم بعد ذلك للقمر يعني كان من باب من هذا الباب بالضبط، باب المناظرة وليس المناظرة. من باب التسليم قولا واحدا. نعم. لذلك عندما تحاور الناس افترض أنه عنده شيء من الحق، وإن كان عندي الحق الأكثر. نعم. ولذلك قد أستفيد من إنسان في محاورتي معه ولو نزرا يسيرا. يعني الإمام أحمد عندما قال عن الإمام الشافعي، والله أنا أتعجب أحيانا من هذه الكلمة. نعم. قال لقد كان كالشمس للناس. الإمام الشافعي تخيل بلا شمس لا تصلح. وهكذا كان الإمام الشافعي بفهمه الذي وضع قواعد الدين. أنا أدعو كل هؤلاء الشباب
يعني يشدوا ويحاولوا أن يفهموا الدين فهما أحيانا متشددا، اقرأوا كتاب الرسالة للإمام الشافعي الذي وضع فيه قواعد الفقه والفهم وفهم النصوص. الإمام الشافعي يقول: قولك خطأ يحتمل الصواب، وقولي صواب يحتمل الخطأ. هذه العبارة من عالم فهم أن الأمور يجب أن تكون دائما بالتوازن. أنا لما أحمل فكرة أكيد أعتقد أنها صواب، لكن ينبغي ألا أجهل من أمامي حتى لو كان. ولذلك على مستوى التجهيل دكتور، فما بالك على مستوى التكفير؟ هذه ما هي هذه درجة. نعم. حقيقة إذا الإنسان اعتقد أنه اللي أمامه جاهل، واعتقد أنه لا يماشي قوله، قد يصل معه في مراحل إلى تكفيره. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا، قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني ينبهك إلى أن التعامل مع أخيك المسلم اللي فقط في دائرة الإسلام، ما قال لك المؤمن حتى، النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعطيك أول درجات الدخول في الإسلام، هذا الإنسان اللي اسمه مسلم لا يجوز حتى أن تسبه. طيب. لأنه أنت تقع في الفسق والعياذ بالله من يفعل هذا. فإذا قاتلته، وبعض العلماء قالوا وقتاله كفر، قالوا قد يكون القتال ليس بالسيف، قد يكون القتال بالتثوير عليه والتحريض عليه، أشياء يعني كثيرة. ولذلك ينبغي أيها الإخوة الكرام الأخوات الكريمات، ينبغي أن نفهم أن هذا الدين فيه من الروعة ومن الانضباط، لكن يحتاج إلى العالم الذي يتسع صدره. ولذلك والله لما قال معاذ رضي الله عنه عند وفاته، قال: والله ما أحببنا هذه الحياة لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكن لمزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم. والله أن تجلس عند عالم تنال من الخير والبركة وسعة الأفق ما لا يعلمه إلا الله. والله العبد الفقير إلى الله، أنا أتكلم عن نفسي، أول ما الإنسان في الثمانينات بدأ يطلب العلم وما إلى ذلك، كان عندنا من الشدة حتى على أهلنا، وأنه كل شيء حرام أو لا يجوز أو هذا فيه يعني بدعة أو كذا. وكلما يسر الله مزيد علم مع مجالسة العلماء، كلما صار عند الإنسان قدرة على أن يفهم الأمور ويوسع أفقه. وحقيقة أنا حتى بعض الشباب اللي الآن مسجونين، أنا أعرف هذا جيدا، مسجونين بفكرهم، لو توازن تشوف علمهم أو تشوف آرائهم قبل 20 سنة والآن، الآن تغيروا كثيرا. لأنه صاروا يتعلموا. فهذا سبيل مهم. فدكتور الأفضل والأجدى دكتور من طالب العلم أن يذهب مباشرة إلى الفهم الصحيح، إلى العلماء، إلى المنهج الرباني الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة الصالح وعلمائنا الكبار العظام الذين يعني ما تركوا شيئا. لعلنا عندما نتصفح كتاب الفقه، أي كتاب فقه في الشرع الإسلامي، نجد الأبواب الفقهية. يعني ليس هناك أحد اليوم لا يستطيع أن يصل إلى العلم الشرعي الصحيح، ولا يجوز له أن يعتمد على فهمه الشخصي، وبالتالي نعم المجرد للوصول ثم بعد ذلك بخطوة وراء خطوة إلى غلو وتطرف يرى المجتمع من حوله وكأنه يعني سواد دامس، ولا يرى إلا نفسه فقط هو الذي على الصواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلم شباب الأمة وأن يفقهنا في الدين، وأن ينشر العلم الشرعي الصحيح الذي فيه تبديد للجهل وللتطرف وللغلو الذي هو فعلا آفة يجب على الجميع في المجتمع أن يكافحها. سنستكمل دكتور بقية الحديث عن محاور هذا الموضوع، لكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير أيها الإخوة المشاهدون الكرام، ثم نعود إليكم إن شاء الله.
عدنا إليكم أيها الإخوة المشاهدين الكرام في برنامجكم فتاوى وأحكام لنتناول بقية موضوعنا مع الدكتور أسامة أبو بكر. أهلا وسهلا بك دكتور مجددا. دكتور وصلنا عند بعد أن تحدثنا عن التطرف مفهومه وأبرز أسبابه التي تدفع إليه، لابد من الحديث دكتور عن العلاج، لأنه كما ذكرنا هي آفة اجتماعية تقع لها بعد شرعي ديني، أحيانا لها بعد سياسي، وأيضا لها بعد اجتماعي. والبعد الاجتماعي لعله دكتور يكون هو الأساس، باعتبار أن الفرد عندما يحمل هذا الفكر هو أساسا يخرج من بيئة، وهذه البيئة لعلها هي التي شكلت نمط تفكيره، وهي التي صاغت عنده هذه الأفكار. فما السبيل دكتور لأن ننقي مجتمعاتنا من كل فكر متطرف ومنحرف؟ جزاك الله خيرا. حقيقة خطورة التطرف أيضا بداية هي أنه قد يصل إلى حد الإفساد والإهلاك، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فقد يصل التطرف إلى القتل، ويصل إلى قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، واستباحة الأموال واستباحة الدماء والأموال والأعراض. فهذه خطورة الموضوع، ولذلك إحنا نريد أن نحصن أنفسنا، نقول يا إخواني يا من تسمعوننا، ينبغي أن نعود إلى ديننا بحق، ينبغي أن نعود إلى العلم، أن نعيد حقيقة إحياء دور العلم ومراكز القرآن ودور المسجد. المسجد الآن دوره، المسجد يغلق، ما في دروس في المساجد، يخرج للأسف بعض الخطباء يتكلم في أمور لا علاقة للناس فيها، مستوى عدد من الخطباء لا يؤهلهم أن يوجهوا الأمة. المشكلة دكتور إذا أردنا أن نتحدث، أو إذا كان الخطيب يذهب باتجاه الحديث عن أشياء لا علاقة لها بواقع المجتمع، فإن الوقائع تبقى شاغرة في أذهان أصحابها، وبالتالي يمكن أن يعبئ هذا الفراغ من لا يحسن بالضبط الفهم الصحيح. لذلك دكتور يعني يجب علينا دائما كما تفضل دكتور أنه العلماء يجب أن يتصدر، هو يفهم العلم الصحيح. نعم يجب عليه، يعني هي لعلها تكون قطب الرحى في حديثنا، لكن عندما نتحدث عن دور المساجد كعلاج، يعني دكتور هذه نقطة مهمة يعني يتنبه إليها ويجب الإشارة إليها. احنا حقيقة يعني أهم قضية في محاربة التطرف هو العلم، العلم الصافي الذي منبعه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. العلماء الذين ليس لهم هم إلا أن ينتقد فلان وعلان ويكتب كتاب في الرد على فلان وعلان، يا أخي ابدأوا بتربية الناس على الكتاب والسنة، دعوكم من هذه المهاترات. يعني كم نرى حقيقة في هذه الأيام فلان بس ما له هم إلا شغال في الرد على العالم الفلاني وعلى الداعية الفلاني. يا أخي وأحيانا رد دكتور مع سباب وشتائم بما لا يليق بموقف. والله أنا أتعجب من هذا. نعم. القضية المهمة أيضا هي قضية التربية، أنه إحنا بيوت كثير من أسرنا بيوت حقيقة طاردة، ما في علاقة بين الأب وأبنائه، بين الأم وأبنائها، سواء بسبب الجهل، بسبب الفقر، بسبب أسباب كثيرة. ولذلك نقول للإخوة المشاهدين، ارجعوا وضموا أبناءكم إليكم، اجعل دائما في جلسة بينك وبين أبنائك، تقول لهم إنه هذا الدين قام على الرحمة، هذا الدين قام على الدعوة، هذا الدين قام على أننا نريد أن نصل إلى الجنة، وليس في رقبتنا دم حرام ولا كلمة نابية ولا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المفلس؟ نعم. حديث المفلس. ولذلك دور الأسرة مهم جدا في حماية أبنائهم من التطرف. نعم. تسألوا مين اللي بيمشي معاك وبتمشي معاه، لازم أن يكون يعني الحوار دكتور داخل المنزل والبيت قضية يعني مهمة. يتعرف على أفكار ابنك، قد يكون تجرب أفكار من خارج البيت. بالضبط. وهذا طبعا مهمة الأب دائما أن يستطلع الأفكار
أبنائه ويعرف أين وصلوا. حتى لو كان الأب دائما مشغول، والله الله يعين كثير من الناس على يعني ومصاعب الحياة، لكنك لن تعدم 10 دقائق تجلس مع ابنك تحاور حوار الأب. ولو كان ما عندك قدرة أنك ترد على بعض الأفكار التي عنده، تبحث عن أهل العلم وتأخذه. والله يا أخواني إنه بعض الآباء عندهم من الحرص على فكر أبنائهم أهم عنده من الحرص على صحته وطعامه وشرابه، لأنه الأكل بيأكل أي شيء وبيلبس أي شيء، لكن إذا تشرب فكرا منحرفا هذه مصيبة. صحيح. القضية الأخرى هي قضية مناهج التعليم والمدارس. إحنا الآن في مدارسنا إلا من رحم الله الأبناء يتعلموا المسبات، يتعلموا يعني آسف بالعبارة، كثير منهم يتعلم الهمالة، يتعلم كيف يعني يصاحب البنات، يتعلم المفاسد. والله يعني حدثني بعض الإخوة من المعلمين وبعض الإخوة زوجاتهم معلمات، أشياء يندى لها الجبين، يندى لها الجبين. دكتور، هذا يعني المناهج لعلها تكون يعني ليست هي المسؤولة بالدرجة الأولى بقدر ما هو مسؤول البيئة الاجتماعية، الكادر التعليمي بشكل عام. لكن أيضا هذا الكادر التعليمي هو نفسه ما يعني أحسن اختياره وتربيته، وأيضا المنهج لم يوجه بطريقة يبني، ولم تعطى الأدوات للمعلمين سواء من كفاية في وسائل التعليم أو كفاية في الرواتب والحوافز. قضية تهيئة جو المدرسة لأن يكون جوا صالحا نظيفا، أن يكون هناك مرشد ديني في المدرسة يعلم الأولاد ويجمعهم، أن يكون هناك إلزام بالصلاة، أن يكون هناك بعض الخطوات البسيطة اللي ممكن أن تحدث فارق كبير في نفسيات وفي عقول الشباب، خاصة السن لما يبدأ الولد يصير عمره 15 سنة 16 17 18 إلى التوجيهي. وهذا السن دكتور اللي فيه خطورة، خطر جدا. ممكن يحمل فكر معين. المدرسة يجب أن توجه. أنا ممكن كمعلم أني أفتح بعض مقاطع اليوتيوب التي يشاهدها بعض الشباب وفيها نوع من الغلو والشدة، وأبدأ أرد عليها، بس لما يكون عندي القدرة. من من المعلمين يستطيع أن يفتح أمام الطلبة ويقول لهم هذا الذي يتكلم بهذا الكلام خطأ لسبب كذا وكذا وكذا، الإسلام فيه كذا وكذا وكذا، أن يكون هناك الحوار، يعني نعمل محاورات في المدارس لهؤلاء الشباب، ونأتي ببعض الدعاء المرغوبين المحببين. إحنا الآن مدارسنا مغلقة مغلقة، والطالب يبحث عن النجاح ولو بالغش. الطالب ليس عنده اهتمام ولا تقدير لا للمدرسة ولا للمعلم ولا للمنهج، وبدليل أنه بس يخلص دراسة برمي الكتاب، لو في آيات قرآنية بنشوف الكتب مرمية على الأرض. قضية أنه التطرف يأتي لما البيئة الكاملة سواء بالبيت أو المجتمع أو المسجد أو الشارع ما يكون محضن تربوي حقيقي. وبالتالي يصل هذا الولد إلى فراغ. الشاب أول واحد بلتقطه وبحكي له الجنة والنار، وبحكي له الحور العين، وبحكي له أنه أنت راح تكون مع خالد بن الوليد وكذا، يحلق به في آفاق أنت ما حلقت فيه. ويضرب له على وتر. يعني أنت تركت فكره نهبا لمن يأتي من بعيد ويصب به الفكر الذي يشاء. لعل دكتور الفراغ الذي أحيانا يعيش فيه بعض الشباب يكون مدعاه أحيانا للذهاب وتشرب فكر غير صحيح. احنا نقول ايضا اخواني يعني الاخوة المسؤولين في مجتمعاتنا، المسؤولين عليهم يعني سيحاسبوا امام الله عز وجل. اولا لانه هناك شباب عندهم فراغ زي ما تفضلت، لم يملؤوه بتخصيص الدعاء واوقاتهم. انت الان لما بدك داعية يتكلم يعني يضيق عليه ولا يجد السعة حقيقة مثل ما تجد مطربة او مطرب يفسد في المجتمع. وإحنا نقول هذا الكلام بكل صراحة ووضوح. الدعاء لا يأخذون حقهم كما يأخذ أهل ما يسمى بالفن والغناء والطرب والكرة. ولذلك ما في إعلاء لقيمة الداعية والدين المتوازن.
بحيث أنه الشباب يحبوه أكثر ما يحبوا لاعب الكرة. صحيح. القضية الأخرى أنه في ظلم في المجتمعات، هذا لما يشوف أنه هو مظلوم في لقمته، أبوه مطحون، أمه كذا، يعني حقيقة لا يأخذ حقه، هو ساكن في بيت فقير بالكاد يجد لقمة، يبدأ يفكر أنه وين المساواة، وين العدل، يعني يبدأ لعله يتحدث بينه وبين نفسه بظلم المجتمع له. بالضبط. وبالتالي يحمل النقمة على هذا المجتمع، يقول هذا الثري اللي راكب سيارة قيمتها 200,000 دينار وأنا والدي لا يستطيع أن يشتري لي أجلك الله حذاء، يبدأ يقارن. طب ليش هاي الفوارق الشاسعة في المجتمع؟ ليش أنا موظف بسيط وعلي تبعات وضرائب وكذا، وبعض الناس المتنفذين يعني ينفذوا ويهربوا من هذه الأمور؟ الظلم هو من الأسباب الرئيسية في وجود التطرف في مجتمعاتنا. لما ينتشر العدل الناس ستشعر بالأريحية. لما الإنسان إذا قال كلمة لا يخاف ويتلفت انه ممكن واحد يحبس وممكن واحد يسجل عليه ممكن كذا، الخطيب يتكلم بكلمة يوقف في اليوم الثاني. نعم. احنا حقيقة نريد التوازن ونريد ان تقال الكلمة في محلها. نعم. ولكن كل ما ارتفع سقف الحريات وسقف العدالة الاجتماعية والعدالة المالية والعدالة الاقتصادية، كل ما خف التطرف في المجتمع. صحيح. وإحنا حقيقة بعض النماذج موجودة في أيامنا. نعم. بناش يعني نقول دول معروفة اللي حاربوا الفساد وحاربوا السرقة فصاروا الآن من مصاف الدول الكبرى. صحيح. وانتعش اقتصادهم بطريقة يعني أنا تعجبت حقيقة عند زيارة تلك الدول. فقضية أنه نحارب الفساد في مجتمعاتنا، نمنع الظلم، نمنع أكل الحقوق، نعطي كل إنسان حقه، تتوزع الثروات بشكل صحيح، نفتح سقف الحريات ونعليه، هذا من الأسباب الحقيقية التي تمنع التطرف في مجتمعاتنا وتضيق هامشه إلى أقل حد بإذن الله. لعله دكتور، يعني في هناك دكتور مظاهر كثيرة للتطرف نراها أحيانا أو نسمع بها، أنه إنسان يعني يضيق ذرعا بالرأي الآخر، يجد دائما نفسه مثل ما قلنا أنه دائما هو على صواب، ثم بعد ذلك لا يتقبل حتى أن يسمع رأيا مخالفا، الإقصاء للآخرين، العنف والخشونة في التعامل مع الآخرين، يعني هذه كلها مظاهر دكتور تدعو أو هي لعلها تدل على أن هذا الشخص يحمل فكرا متطرفا أو بذور فكر متطرف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، وهو القدوة لنا في التعامل بالرحمة واللين مع الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحاور مثل ما تفضل الدكتور المخالفين ومن جاء يعظه، وذلك الرجل الذي جاء وأخذ بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم يطالبه بدين له عليه، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق واللين عندما أراد سيدنا عمر أن يبطش به، وقال مره بحسن الطلب ومرني بحسن الأداء. هذا هو الشعار الذي نتعلمه من نبينا صلى الله عليه وسلم في اللين وحسن التعامل. دكتور، أنت تفضلت في قضية الظلم ورفع المظالم عن الناس، يعني المجتمع يجب عليه أن يعيد النظر دائما وأن يحاسب وأن يراجع نفسه. في هناك كثير من الناس من هو مطحون، من هو يعاني من الفقر، وهذه البيئات هي البيئات التي يمكن وهي أقرب إلى حمل الأفكار المتطرفة. لو دكتور تسلط الضوء على أهم الأحكام الشرعية التي حاربت الظلم والفقر بنفس اللحظة وبنفس الدرجة. حقيقة ينبغي أن ننتبه أيضا أنه إحنا في مجتمعات فيها نوع من الطابع القبلي والعشائري وما إلى ذلك، وأحيانا الناس تقول طالما أنه أنا يعني ابن العشيرة الفلانية أو أنا إلي الموقع الفلاني فأنا أحق من غيري بكذا.
هذا ينبغي أن يزول، ينبغي ألا تبقى في ناظرنا وفي عقولنا فكرة الطبقية اللي موجودة، أنه أنا طالما أني أنا فلان يجب أن أكون أحسن من بقية الناس. هذا من الأسباب الخطيرة التي تحدث الشرخ في المجتمع والتي تؤدي إلى التطرف. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم، مش سيد العرب ولا سيد العجم، سيد ولد آدم، كان من أكثر الناس تواضعا. تأتي البنت الصغيرة الأمة الجارية فتأخذ بيده وتمشي به في سكك المدينة كما في صحيح مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. قضية أن نضع الأمور في نصابها وأن لا ننظر للناس بنظرة فوقية أبدا. يجب أن تنظر إلى كل الناس على أنهم سواسية. الناس سواسية كأسنان المشط يقول محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا قضية أنه إحنا ننظر النظرة العامة أنه لا يجوز أن يظلم أي إنسان في أي مكان. إحنا الآن كما يعني كرهنا حرق ابننا، هناك من المسلمين من يحرق في بورما ومن يحرق في سوريا وفي العراق وفي مصر، في رابعة حرق الناس. يجب أن تكون نظرتنا إلى كره الظلم في كل مكان، وأن نحب العدل لكل إنسان. والله نحب العدل لغير المسلمين كما نحب العدل للمسلمين. لا يرضينا أبدا أن نشوف أن نرى إنسان يعني في أي بقعة في العالم مظلوم أبدا. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه الفاروق الجبل رضي الله عنه يعلم أن معلوم أن أهل الذمة من اليهود والنصارى اللي كانوا عايشين في المجتمع المسلم، نعم، المسلم بيدفع زكاة، الذمي يدفع الجزية. نعم. فهذا رجل كبير تجاوز 70 يهودي جالس على الطريق يسأل الناس، فقال ما لك أيها الشيخ، يعني ليش أنت كبير في السن تسأل؟ قال والله طلبت مني الجزية وليس عندي. قال الله أكبر، أخذنا منك وأنت شاب ثم نتركك وأنت شايب، وأنت يعني كبير في السن. نعم. فأمر بأن ترفع عنه الجزية وأن يعطى من بيت مال المسلمين. انظر إلى العدل. نعم. ولذلك قال لما جاء رسول كسرى ورأى عمر ينام تحت الشجرة وقد توسد نعليه، قال حكمت فعدلت فأمنت فنمت. نعم. وقال له الصحابة لو رتعت لرتعوا. نعم. ولذلك ينبغي أن ينتشر العدل في الناس قيمة كلها، وهي قيمة شرعية دكتور. العدل قيمة شرعية وهي حاجة اجتماعية قبل ذلك، وأن نسعى إلى إقامة الشرع عموما. نعم. يعني إحنا حقيقة يعني من الأشياء التي نتألم لها في مجتمعاتنا أنه ما في إقامة للشرع. نعم. لو أقمنا للشرع لأغلقنا الباب على كل من يريد التطرف. لما يقول لا أنتم مش مقيمين الشرع، أنتم مش عاملين كذا، خلينا نقيم الشرع، خلينا نعيد أحكام الله عز وجل الجميلة التي تنشر العدل وتنشر الرحمة وتنشر الأمن. نعم. لما والله هذه الرواية ذكرها البيهقي. نعم. نختم بها دكتور، نختم بها أنه نعم. عمر بن عبد العزيز عندما حكم ما عادت الذئاب تهجم على الأغنام. فالعدل ورفع الظلم ينشر الخير والبركة في الدنيا كلها. نعم. جزاك الله خير دكتور أسامة بكر على ما تفضلت به وقدمت في هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، في نهاية هذه الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى وندعوه بقلب صادق أن يحفظ الأردن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وأن يحفظ أهل الأردن ومن يقيم في الأردن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. وكذلك أيها الإخوة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على إخوتنا المسلمين في كل مكان بالخير والرحمة، وألا نكون ممن جحدوا نعمة الله سبحانه وتعالى بل ممن يشكرون، فإن بالشكر تزيد النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقيكم دائما على الخير في حلقة الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. هذا محدثكم رامي عياصر، يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.